السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال من فضلك، نعم تفضلي. هل يجوز لأم أن توصي بثلثي ما تملك لتعليم أولادها، وهل تعتبر صدقة جارية أم لا؟ هل يجوز الأم أنت توصي بثلثي ما تملك لتعليم أولادها؟ هل يجوز للأم أن توصي، اسمع الكلام، هل يجوز للأم أن توصي بثلثي مالها كصدقة لتعليم أبنائها وبناتها؟ لا يجوز ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه الحديث الذي عليه العمل: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فوصية للأم، وصية الأم بشيء من مالها لأبنائها، بشيء من أموالها لأبنائها بعد موتها، لا تمضى، لأنهم من الورثة، والنبي قال: لا وصية لوارث.